ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هكلمكم عن اوبتيمالز، السكراب بتاع اوبتيمالز. السكراب بتاع اوبتيمالز ده من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي انا جربتها. هو عباره عن، بصوا، من جوه كريمي كده وفيه حبيبات ناعمه جدا 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 جدا. ده بنستعمله ازاي وبيعمل ايه؟ ده بجد عموما اي سكراب عشان تكونوا عارفينه لازم نستعمل بعديه ماسك، تمام؟ على ان هو بيقشر البشره، بيشيل الخلايا الميته، بيجدد خلايا البشره، فلازم البشره هتنشف لو انت لازم بعد اي سكراب تستعملي ماسك. السكراب ده بيعمل ايه؟ السكراب ده بيزيل الخلايا الميته، بيجدد خلايا البشره، بينور. اي سكراب كمان او معظم السكراب هتلاقوه بينور البشره، مغذي. السكراب ده مغذي جدا جدا للبشره. بعد ما انت بتحطيه وتسيبيه بشرتك بس تكون مبلوله، اهم حاجه منديه كده، بعد كده حطيه. ممكن يعني اي سكراب انت ممكن تحطيه وفي ساعتها تفركي في حركات دائريه وتشطفي، وممكن تسيبيه 5 دقائق 10 دقائق براحتك، وبعد كده برضو هتفركي في حركات دائريه وهتشطفي. تمام، بجد نتيجته جبارة. لو انت عايزة، مش حسب، بيعمل نضارة غير عادية في البشرة. لو انت عايزة تدي لبشرتك نضارة وتنوريها وتغذيها وترطبيها، استعملي السكراب ده. وبعد السكراب ده لازم تحطي بعديه مرطب، اي مرطب، سواء كريم، برضو في كريمات اوبتيمالز او اي كريم مرطب عندك، لكن السكراب ده فظيع فظيع. بيعمل كده يعني بتحسي ان انت بشرتك في طبقه اتشالت كده من عليها، بجد. فبجد جبار يا بنات. لو انت حابه تجربيه او قلقانه ان انت تجربيه، لا بجد جربيه، تحفه تحفه تحفه. ميرسي جدا ليكم.